تفضلي. الآن بما أنك منحت لقب سيدة فسأجعلك كذلك. مولي مولاتي، أعطيها هذه القبعة والملابس. حاضر. أشكرك أيتها الإمبراطورة. انصرفي. أستأذنك، حاولا أن تقلدا خطها تماما. هذا جيد. هذه المرأة سلبتني لوينغ وسأقتلها فقط كي أنتقم منها. أبقيتها حية فقط كي تتواصل مع يونسي، والآن لا فائدة منها، لا أريدها لا بقصري ولا بحياتي. مولي مولاتي، قومي باللازم. اطمئني من فضلك، نحن في البلاط لدينا قوانين يجب أن ننفذها. أخيراً أصبحت سيدة، أخيراً أصبحت سيدة. لن يجرؤ أحد على التنكيل بي، ولا يعنيني أنني بدون زوج. الأمر الذي يهمني فعلاً أن أستجمع قواي وأستمتع بالنفور. النجدة! النجدة! لا أريد أن أموت، لا أريد أن أدفن حيا مع الإمبراطور. أنقذوني، لا أريد، لا أريد أن أموت. أرجوكم أنقذوني. دعيني، ما زلت شابة. ماذا تفعلين؟ لا أريد أن أموت. يا حراس، فليأتي أحد. أرجوكي، أنقذوني. لم يزرني الإمبراطور أبداً، لماذا أدفن معه؟ أنقذوني، أنقذوني. لما أمرت الإمبراطورة بدفنها؟ هي ليست الوحيدة التي ستدفن. كل محذيات الإمبراطور السابق والتي لم ينجبن سيدفن، وأنت كذلك. أمتأكدة؟ أجل، لا يمكن، مستحيل. سوف أقابلها، لن أدفن، لن أدفن حية. سيدتي، سيدتي. كلا، منذ لحظات قامت الإمبراطورة بمنحي لقب سيدة، من الواضح أنها تريد الموت لي. لا فائدة من رجائها، ماذا أفعل؟ لا يمكن أن أموت، لا يمكن.